المطبخ بتاعي ده مر بتحولات وتغيرات رهيبة. اولا كان حيطة عملته سيراميك، وبعدين بعد كده هو دلوقتي خشب، وكان خشب تحفة جميل بني كده، بس انا قلت اجدده فلونته باللون البستاج ده، انا اللي عاملاه بنفسي الحقيقة، وكان شكله مش وحش برضو. وبعدين اتفرجت على مطبخ المونتال، حسيت ان هي اسهل في التنظيف والتعامل في كل حاجة، فقررت ان انا اجدد المطبخ وعملوا المونتال كله. بس بقى ايه، يعني هوريكم الجزء الاول من المطبخ بتاعي لما عملته المونتال من تحت وغيرت الرخامه، وان شاء الله الجزء الثاني هتتفرجوا عليه برضو. و يا ريت تتابعوني وتشتركوا. وعلى فكره ده فيديو مختلف عن فيديوهات التعليميه اللي انا بقدمها، ده فيديو مش تعليمي، بس هو قريب شوية من الحاجات اللي احنا بنحب نعملها في حياتنا اللي هو التجديد والتغيير. فياريت تتابعوني، واللي ما اشتركش يشترك، وتابعوني في امتحاناتي في قصتي. نسيت والله، نسيت اقول لك، ولا افرج الناس على بلدي ليه. مطبخ شكل الحتة دي شكلها حيبقى، حتى لو تركب لها بتاع حيبقى شكلها مش حلو، اتكسر. انا قلت لها تريحها، القطة دي بتاكل جبس اساسا. يا انت عندك هزة ارضية هنا ما بتقف بلا ساعة، بس هي ولا ساعة لا ما عندك هزة ارضية هنا بتقعد زحلقة تروح دي. لا يعني اقف على الطرف صغير كده. طب انت شفتها قول لي. دوس عليه، دوس عليه، موتهولنا وريحنا. والله انا بص قرفت، قرفت من القطر او كهربا. ايه؟ لكم فؤادك كيف تسيب تساعد الناس دي؟ الله يزمان تجيب المرض والقهر والله. اكفى المطبخ بس. ساعدني. لا لا يا حلو، حتى مش لو اخوي. ايوه دلوقتي حلو. يوم عيب اللي ربت بس. الصوت ده؟ هو متعود على صوت الخلاط. لا ما بيخافش. المطبخ ما كانش ينفع نطلعه سليم، ففكناه قطع وطلعناه بره باب الشقة. خبر ده، انت رجعت شايف ايه؟ يا حول الله رب. ايه؟ بهدلت البتاع ده. معايا حدش بياكلها بالسهل. امال ليه عند ماما كان مال الدنيا تراب؟ ليه عند امي كان مال الدنيا تراب؟ ان شاء الله طوبه هتنزل على دماغه تفطسه ونخلصه منه. بس تعرف المطبخ الاول كان مساح على بعضه كده، كنت بحط اي حاجه في اي حته كده، حاجه يعني بياخد مساحه، لكن ده هيحكمني شويه. ما هو هيعمل لك هنا اساسا ادراج، هو كده هيعمل لك ادراج هنا، وهيعمل لك دي اللي هتبقى عندك مساحه واحده. هتبقى جرار، ضفتين جرار بيفتحوا على بعض. اما دي بيقول لك هيعمل ادراج هنا،
وهيعمل ضرب هنا بقى ايه حتى ايه ادراك برضه هنا ادراك هنا برضه يا حم لا لا عليكم السلام لا لا هبلغ عليه هبلغ عليه مدوخنا في حياتنا لا هرم لا هرم كده بتعمل في اي حته لا هرم مستغرب المكان بيقول المكان ده شكله ماشي ماشي هيكون بابا هيعمل عليه وهيردم عليه هسيبه بيت يا عم يا رب من اللي يلزم انت غبي محمد بغطى ولا وزعه طايح ماشي يا شباب نجيب محمد يشيل معاكم ايه ده بقى ازاي يعملوا الوخام في البيت ده غير صناعي اطلع حالا مش زيك ازاي تجيب لا 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 مش بشرح الكلام ده انا بقى انا بحكي لهم ان انا وضبت مطبخي ودي حاجه كانت غير مسبوقه اصلا انا قناتي تعليميه خد بالك ما فيهاش الكلام ده كله تحس ان هو يا حمد تحس ان هو يا اخويا والله هتلاقيه كل حاجه والله شويه ده بس يا ابني شطاره يا ابني شطاره شويه دكات كويس شويه ده بس ما انا اللي عامله المطبخ ده انا اللي ملوناه شوف ازاي الزفت ازاي الله يسأل الله يفتح ابويا ويقع على صوتي بس ايه الريحه دي بقى؟ اه اتفضل يا عم عشان اتكلم عشان كده هتعمل تغسيل السماعه اللي هتعلمها اما نتعلمه برضه عشان فيما بعد ممكن الشغلانه دي طبعا بص يا احمد اجي اعمل الحوض انا الحوض بتاعك الحوض ده يا محمد انا هتعمل امك هتيجي تعمل الحوض ايه بقى انا هعمل الحوض وانا هسيبه ده بقى ايه ده بقى اللي انت بتحطه كل الترخام كل ترخام اه حط بقى توثق حبش لا عايزين اقول لك سوالي كلها حط على ما تقدر اشكرهم بالسوالي لو بعدين شوف محمود راجع عجوز ازاي محدش بياكلها بالساهل ده ايه بعد الاجب سمسم ده كان بياكل سبانخ وملوخيه وبسله وكان فص توم كان هيموت مننا من يومين لا والله والله مخبي في بيته كل حاجه عامل تنسيح لو حد لو كله نايم عشان يجيب له اكل ياكل هو على نفسه بالظبط يعني ما بيحبش ايه يحرم نفسه من حاجه ده بنزين اه يا خالد ده بنزين ولا ميه ده ميه انا قلت كده انت عامل بنزين انا اه عبدو مش شغل عشان نجيب نفس اللون ما يبقاش في الحاجة الأبيض كده شكله شاذ. هجيب لك نفس اللون في اللون طبعا. ده الفيديو بتاعك. محمود وهبة العرجاوي صناعي خطير بصراحة. عاجبني لون الرخامة إنها ماشية مع ال مع البلاط مع الكافيه. مع الكافيه بالظبط. أيوه ما هي قريبة منها ما شاء الله. لا بحسن بقى عندي زور بقى لا نصر بيفهم دي ما فيهاش فص كده يا حبيبي دي من اللي ما فيهاش فص منها فيها بص الفص بتاعها منها فيها مش حبايه سودا اه منها فيها يعني شغال فرن اه بس انا عايز ادفع ليه استنى ايه في الفرن نصر لو سمحت تروح في الفرن الرخامه دي لوحه حلوه ولا ايه الكلام ها ما رضيتش اجيب من اللي فيه لغه كبيره كده كل اللغه كبيره حتى انا كنت عايزه ابيض الحتت اللي تحت دي شكلها بشع قوي اشيل لك البوتاجاز اه هشيله بس
داخلين النهارده يعني. انا قلت خالد هيتاخر زي عوايد مش مشكله. افتح المرأة. في الدرج. في الدرج ما قبيض. في الدرج دي. فعلا سكة كبيرة. ايه؟ فعلا رفع كبيرة. خد من معاه شوية. مطبقية. لما نيجي نعمل المطبخ. انت بتتكسف؟ استني بس اقول لك حاجة. اه. اقول لك حاجة. شير يا عم اهو. اه بس تكون عاملة لايف اكتر. ما قلتش حاجة بس ما تتكلموش كتير عشان مركزين. كده بتركب الصابونه ده بشكله رهيب الدرج ده ما شاء الله عليه. وده هيحتاج صيانة في يوم من الأيام ولا كده خلاص؟ لا لا احنا لسه ركبنا جديد احسن. طب عامل معاهم طب عامل ازاي؟ عامل بعد كده خلاص المطبخ ونعمل فيديو محترم. اوكي هنصور هنا ولا نصور الشغل؟ اصور الشغل. انا شخصيا عايز ليه؟ عمرو احنا واحد. ده واحد ده اخويا. واحد يعني؟ احنا واحد. لخبطة يعني انا لا ما سنديك مين بس انت بس انا هي مياه وخالد. انا لما يقول لي خالد بيسمع الكلام. وانا مش هنا مين بيشيل. بس ربنا يحميكم. في الديوة يعني؟ اه مكسب الديوة؟ مفيش مكسب مفيش الكلام ده هو كل مرة حساباتها لوحدها. بس بالنسبة هو مجموعة انا مش شغلك انت بتاعك. مش معنى عارفه ان اخويا وربنا على حب بعضينا. بس بتاع قول يا باشا قول. احنا بعد ما نخلص احنا كان كل شغلنا زويقين. تمام. لا زاويتنا طيب. هي في هنا عيب في المطبخ. زاويه 90. الحوض ده مش مستقيم. بالظبط. حط تحفه. هاي تحفه. ده بعد ما نخلص هنعمل تكه صغيره كده هنزود كمان. تمام. ان شاء الله باشمهندس خالد يا جماعه. اخرهم. انا هدي لك السلك. هو اهم حاجه ناصر يعني موضوع انك تخرج الحوض ده حلم حياته. هو ده اللي بفكر فيه من زمان. خليك اصبر يا جماعه. انت بتلزقها بالسيليكون اصل السيليكون ده ما بيمسكش مش كده ولا السيليكون؟ ما بيمسكش. السيليكون هو ده سيليكون عادي مش كده؟ هو السيليكون بيمسك يا خالد. طب ما هو ما بيمسكش في ايدك هيمسك في البتاعه؟ ما بيمسكش فورا. لا شيء ايه؟ يقعد 24 ساعه بيبقى اجمد من ال يعني نوع المسمار. يعني ده اكتر حاجه بتزهقنا واحنا بنفوت الشغل. طب كويس. مش هبقى دلوقتي خالص. تمام ماشي. طب ايدك يا ابني عادي.
افتح لي احمد امرو باك تانية. ريحته صعبة، ريحته صعبة. برضه محمود على الجو كان شغال بسيليكون بتاع كده، ريحته برضه فظيعة. قال لي لازق رخام. خلك نصر بقى في الصلاة ايه؟ ما اعرفش ابوه. هاتتني حتة حلوة، يلا مش مشكلة. بداية مسافينا 140 سنتي ده ايه اللي 135 سنتي. تمام 135 سنتي تحت 134 سنتي. في سنتي في الحقيقة، في سنتي ونص، 135 ونص تحت 134 ونص. انا لما باجي اشتغل لازم ادخل على المساحه الصغيره، بيبقى في فرق معايا سنتي ونص فوق. تمام. بناخده بالسيليكون زي ما انت شايفه كده، احنا عندنا زي ما انت شايفه كده، يبقى في فرق فوق وفي داخل تحت. تمام. احنا بناخده ايه بالموضوع بالسيليكون، الموضوع بسيط جدا. تمام كده بناخده الوش. ماشي نروح نعمل فيه شويه تحديد ونجيب. وده كده الشكل النهائي للمطبخ من تحت. طبعا انا لسه هعمل من فوق ان شاء الله، زي ما قلت لكم هيتعمل بالقسط وشغلانه، فشغالين واحده واحده. شكرا للفنان خالد نجيلي، وشكرا